ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله في الفاضلة. في اعتراف سابق لمحافظ ميسان وهو من التيار الصدري علي دواي أكد أن كل المخدرات تأتي من إيران، كيف أصبحت ميسان بوابة من البوابات الرئيسة لتهريب المخدرات والتجارة بها في العراق؟ بداية الاستراتيجية الإيرانية في إبقاء العراق خارج مفهوم الاستقرار السياسي والأمني، والمخدرات إحدى وسائل تنفيذ هذه الاستراتيجية. محافظة ميسان فيها عدة عوامل تجعل منها بوابة رئيسية لتهريب وتجارة المخدرات إلى باقي المحافظات العراقية. أهم هذه العوامل أولا موقعها الجغرافي المحاذي للحدود الإيرانية. النقطة الثانية السيادة الميليشياوية وسطوتها على أغلب مفاصل محافظة ميسان سواء من قبل التيار الصدري أو الميليشيات الولائية والتي سلطتها هي الأولى أمنية. أيضا ضعف وتغافل الجهات الأمنية الحكومية جراء تخادمها مع الميليشيات، أما خوفا من التصفيات والاغتيالات أو إقصاها من المشهد الأمني، وهذا كما حدث ويحدث باستمرار. هذه العوامل وغيرها جعلت من محافظة ميسان من أهم بوابات تهريب وتجارة المخدرات، فمنها يدخل من منفذ الشيب وبالتنسيق مع الجهات التي تسيطر على المنفذ المرتبطة بأحزاب السلطة، ومنها من يدخل من معابر متفق عليها بين مهربي هذه المخدرات من الإيرانيين والعراقيين. لذلك المخدرات اليوم هي المادة الأكثر تداولا في السوق الميساني وبحماية وتبادل خدمات ميليشياوية حكومية. نعم سيادة العميد، أشرتم إلى طبيعة الجغرافية في ميسان، ونتحدث عن طبيعة الجغرافية أيضا بين الحدود العراقية والإيرانية كالأهوار. إلى أي مدى تساهم في صعوبة الحد من دخول المخدرات ومكافحة التجارة بالمخدرات في من خلال عبورها أو السماح بعبورها للحدود ودخولها للأراضي العراقية لاحقا؟ طبعا الاهوار وما تعذر به علي دواي محافظ الانبار هو غير صحيح، فهؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفقهون، والسبب هو انه لا يمكن لزعامات الميليشيات ان يكونوا رجالات دوله، فهم من استفتى الدوله والقضاء والقانون واملشوا المؤسسات الامنيه، ولا يوجد في فهرس قاموسهم مفرده الامن، فبالتاكيد يرى عملية تأمين الأمن صعبة في محافظة ميسان ويتبجح بالأهوار وغيرها. ففي الخطط الأمنية ومن أبجدياتها هي إمكانيات العدو سواء كان تاجر مخدرات أو مجامع قتل أو تصفيات وغيرهم، وقدرة هذا العدو على التعامل مع الجغرافيا ومحاور التهريب المؤكدة والمتوقعة والمحتملة وغيرها من فقرات تقدير الموقف الأمني في تلك المحافظة التي على أساسها يجب تخصيص القوات وتوضع الخطط وتصدر أوامر التنفيذ. لكن الجميع يستفاد من ديمومة هذا المصدر لتأمين مشاريعهم التسليحية والإرهابية التي تستهدف الأمن المجتمعي والسلم الأهلي. في هذا السياق، كيف ساهمت سيطرة الميليشيات على محافظة ميسان في انتشار تجارة المخدرات في ميسان ومنها لباقي المحافظات باعتبارها تسيطر على معظم المنافذ الحدودية؟ أختي العزيزة، العراق ومنه محافظة ميسان لم تعد ممر رئيسي للمخدرات العابرة من جارس سوء إيران فحسب، بل باتت سوقا رائدا لمختلف أنواعها إلى بقية المحافظات. اليوم الميليشيات التي تمول مشاريع التسليح تتخذ التهريب وسيلة لتحقيق غاياتها في ظل عجز القوات الأمنية الحكومية عن مواجهتها أو جراء التخاذل معها. ومن هنا فسطوة الميليشيات في محافظة ميسان واتباحتها أمنيا ومجتمعيا جعل من هذه الجغرافيا ميدانا استثماريا للمخدرات ومتع واسع لعصابات الجريمة المنظمة، وهذه إحدى مخرجات احتلال العراق وتسليمه لزعامات ميليشياوية لا يمكن أن ترقى في يوم إلى أن تكون رجالات دولة.
ترأس وزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي فريقا أمنيا وتوجه إلى ميسان لضبط الأمن في المحافظة. ما أفق نجاح الفريق الأمني وأين تكمن الثغرات الأمنية في ميسان؟ الجريمة المنظمة في العراق ما بعد الاحتلال تحولت من السلوك الفردي إلى النهج الجمعي المؤسساتي، وباتت نهج وسلوك، لذلك أصبحت إرهاب يستهدف الفرد والمجتمع وضرورة حتمية لإدامة البقاء والانتفاع لهذه الجماعات المتأملشة. يقابلها منظومات أمنية استبدلت الأمن الوقائي وخطط اجتثاث الحدث قبل وقوعه أو التقليل من تأثيره خلال وقوعه بإجراءات شرطوية تركز على تنظيف موقع الجريمة وتشكيل لجان لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا أشد وأخطر من الحدثات لأنه ستشجع المجرم وتعزز غروره بارتكاب المزيد من الجرائم. فالغانمي وفريقه الأمني عبارة عن مسميات لا تملك القرار وصلاحية التنفيذ وغير قادر على التعامل مع سطوة سلاح الميليشياوي بعد اجتثاث الدولة العراقية، وستبقى محافظة ميسان خارج السيادة الأمنية طالما بقى صوت الميليشيات المسلحة أقوى من صوت المنظومات الأمنية العقيمة القرار والأدوات. ما علاقة الانهيارات الأمنية الجديدة في ميسان تحديدا كاغتيال القاضي أحمد السعدي ورائد الشرطة حسام العلياوي بالصراع المحتدم بين ميليشيا الصدر التي تهيمن على ميسان وباقي الميليشيات؟ ما حدث مؤخرا وما سيحدث لاحقا هو انعكاس الصراعات السياسية بين الأحزاب ذات السلاح الميليشياوي، وبالتحديد ميليشيا التيار الصدري تسيطر على محافظة ميسان، والميليشيات الموالية لإيران تحت عنوان الإطار التنسيقي، والتي ترى صناعة الفوضى الأمنية في هذه المحافظة وفي هذا التوقيت هو ضرورة ميليشياوية للتفاوض وتصفية حسابات السلطة وفق مبدأ الفوضى والتفاوض. فالانهيارات الأمنية الجديدة ومن اغتيال القاضي والرائد بوزارة الداخلية هي وسائل ورسائل سياسية بسلاح ميليشياوي ثمنه أجساد القضاء والأمن، وهذه نتيجة حتمية لتغييب الدولة وإقصاء القانون وتسييس القضاء الذي من مخرجات انتشار الجريمة والإرهاب وفقدان الأمن. وسيبقى العراقيون يعيشون بين شظايا الخلافات السياسية التحاصصية وبارود السلاح الميليشياوي. شكرا جزيلا لكم العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة لدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.